وفي آخر التطورات الميدانية باليمن، أفاد مصدر عسكري بمواصلات قوات الجيش اليمني تقدمها في محافظات الجوف وحجة والضالع بعد معارك ضد الانقلابيين. وأضاف المصدر العسكري أن قوات الجيش اليمني كبدت ميليشيا الحوثي الإرهابية خسائر في الأرواح والعتاد. في خطوة مستمرة لحماية المدنيين اليمنيين، يواصل المشروع السعودي لنزع الألغام مسام إتلاف كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسفة تقدر بالآلاف. كانت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قد زرعتها في محافظة الجوف، وكانت الفرق الهندسية قد أتلفت الأربعاء الماضي نحو 868 لغما عقب نزعها من مناطق مختلفة بعدما زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة عالية وبشكل عشوائي في مناطق عالية التأثير. يأتي ذلك في ظل استمرار تقدم قوات الجيش اليمني مسنودة من المقاومة الشعبية في العديد من المحافظات اليمنية، حيث تمكنت القوات من فرض سيطرتها على مواقع جديدة في مديرية الحشا غرب محافظة الضالع بعد هجوم مباغت على مواقع تمركزت فيها الميليشيات أسفرت عن مصرع 4 وجرح 5 آخرين في صفوف الانقلابيين. وفي محافظة حجة نفذت قوات الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة تمكنت من خلالها من تحرير ما تبقى من مديريات المحافظة. يأتي ذلك في خطوة للتقدم باتجاه محافظة الحديدة وتحرير مديرياتها الشمالية المحاذية لمحافظة حجة بدءا من منفذ الخرج ووصولا إلى ميناء الحديدة. الميليشيا الحوثية وعقب انتكاستها في المواجهات عمدت إلى تفجير جسر الزقماء وعدد آخر من عبارات تصريف المياه في محاولة فاشلة منها لإعاقة تقدم الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية. النشرة مستمرة وفي